عليكم زهرتكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شوفوا أنا بصير أحدد كلمة أقولها. خليها بعدين. مرحبا، الله يديم عليكم السعادة فين ما كنتوا فين ما صرتوا. المقدمة روز الحربي سرقتها منك يا روز. طبعا اليوم احنا راح نسأل الأطفال يعني عن الرياضة، وهل هم يمارسون الرياضة كل يوم، وإيش الرياضة اللي يحبونها، مثلا الجمباز، الكورة، ومن الأشياء اللي زي كذا، وإيش الرياضة المفضلة عندهم. فاليوم راح نروح نسأل الأطفال، لازم تجون معاي هالمرة. إيش اسمك؟ عليم. فهد. نواف. شارل. فرح. كم عمرك؟ ستة. ثمانية. ستة. ثمان سنوات. إيش الرياضة اللي تحبينها؟ كورة. طب ليش تحبين الكورة؟ عشان الهلال يفوز. الهلال يفوز؟ تشجعي الهلال؟ تحب الكاراتيه، تحب الكورة، إيش تحب؟ تحب الجمباز؟ بس الكورة؟ كورة. طب ليش تحب الكورة؟ أنا ألعب مع أخوي دايما. مع أخوك؟ رأيك بلعبي؟ ألو؟ جاني شد عضلي فجأة بعدين كذا سويت. يا جماعة أنا شفتها وقلت لازم تسوي لنا رياضة، تعالي تسوي لي رياضة؟ يلا وش تسوون في المدرسة؟ يلا سوي تمارين الصباح، إيش تسوون؟ وريني إيش تسوون؟ طائر النورس حلق 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 من جناحي. إيش تشجع بالرياضة؟ هلال. ليش؟ قوي. من يفوز؟ الهلال. ايش تشجع؟ هلال. اليوم كل العالم هلاليين، ما ادري كل يعني كل ما اسال واحد هلال 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 كلهم هلال. انت معهم. طيب ليش تحب الهلال؟ عشان المركز الاول.